مرة أخرى مع هذا الرجل، مع إيرفي رونار الذي هو سعيد بهذه النقاط الثلاث. ياسين إليك. شكرا زميلي خالد ياسين مع ردود الافعال بعد هذه المباراه، وايرفي رونار للحديث حول هذا الانتصار المهم. مسيو ايرفي رونار، ايرفي رونار نهنئك الفوز. هذه بداية جيدة، ولكن المباراة كانت صعبة ضد المنتخب الناميبي. كيف تقيم المباراة؟ طبعا هذه صورة المباراة التي حصلت في مباراة الافتتاحية لمصر تتكرر الآن. دائما المباراة الأولى هي مباراة أيضا المدغشقر ضد غينيا، ولكن أيضا فوز لنيجيريا بصعوبة. هذه مباراة نسخة مطابقة للأصل لكل المباريات الأولى الأخرى. كل المباريات الأولى يكون فيها الحافزية أو تكون فيها الحافزية من قبل كل المنتخبات قوية جدا. إذن اليوم المنتخب الناميبي لعب بكل ما أوتي من قوة، صعبوا علينا المأمورية، ولكن نهنئكم على أدائهم، ولكن نهنئ أنفسنا ونهنئ اللاعبي المنتخب المغربي. شكرا جزيلا سيد رونار. اذا زميلي خالد ياسين، عوده اليك هناك في الاستوديو، في انتظار اكيد لقاءات اخرى من جانب لاعبي المنتخب المغربي، خصوصا يعني مبارك بوسوفا الذي تم اختياره نجم هذه المواجهه وقدم اداء كبيرا رغم انه يعتبر من بين اكبر اللاعبين سنا في هذه البطوله. شكرا لك يا سي معراش، وحتى كان هناك تحفظ في هذا الاستوديو حول اختيار مبارك بوسوفا كافضل لاعب في هذه المباراه. هناك طبعا اختيار على مستوى موقعنا وحسابنا في تويتر للساده المشاهدين. بعجاله قبل ان نسلم الاستوديو لمهند الجري في المباراه القادمه، كابتن طارق، مضاعفات ايجابيه عن هذا الفوز، تقول ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة لك. اللي انا اقول لازم مراجعة، لازم يحسن مستوى وسط الميدان، لازم الاطراف، حكيمي ولاعب ديرار اذا باش يبقاو لازم تحسن الاداء نتاعها. عامل التقسيم جدا اليوم، لان يعني واضح هناك تعب، هناك ارهاق، يعني في الشوط الثاني شاهدنا، ولهذا اعتقد ان عنده الامكانيات، عنده دكة، عنده امكانيات باش يغير في المباراة القادمة. واعتقد ان وسط الميدان هو اللي كان متوسط. في جملة واحدة يوسف، فوز مهم معنوي اكثر، ثقه واستعداد اكثر للمباراه المقبله. نعم. مباراه الكوت ديفوار نلعب مباراه النهائي بشكل جيد ان شاء الله. اشكركم جميعا، شكرا ليوسف شيبو، شكرا كابتن طارق دياب، حسين عموته، شكرا لكم جميعا. نتابع بعض اللحظات وبعض الفاصل.